لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك لا الأخت اللي هناك دي عمالة بتبص عليكي كده ليه؟ لتكونن من الخاسرين. سيبيها براحتها، هي مش في دماغي خالص. بيقولوا يا حرام البنت جالها انفجار في المخ وماتت. غريبة قوي، رغم إن أنا سمعت إنها كانت بتتدرب خيل وقعت من عليها. ما تعرفيش فين الحقيقة. طب أقول لك إيه؟ هي مامتها فين؟ شايفاها خالص. اعتقد اللي قاعده دي. لا 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 مش دي خالص. انا عارفه رشا معاكوا كويس. قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. غفر الله ذنبك. غفر الله ذنبك. فإذا هم قيام.
فين في بنت المفكوكة دي؟ أقوم أجيبها من شعرها وأمسح بيها بلاط الجامع؟ والله أعملها وأفرج عليها الناس. نوح إحنا في جامع. بصي مستفزة إزاي؟ هي لا جت ولا راحت حتة سكرتيرة. إحنا في عزا. طيب خلاص. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض فصعق من في السماوات ومن في الأرض ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. مش ملاحظ حاجة؟ ملاحظ يا كبير طبعا. ايه بقى؟ جراتي اللي موجودة هنا مش تبعنا. ليه بقى؟ ودي محتاجة لسؤال يا كبير، يعني مراته تهرب مننا عاوزنا نفضل برضو رجالته زي ما احنا؟ حاجة هتطلع من نافوخي. أنا هتكون هربت يعني راحت فين؟ وانا ايش عرفنا؟ طب ما تقسلنا كده ويعرف لنا. اعرف لك ايه؟ اعرف لك مكانها؟ لا، عرف لنا البنت الصغيرة دي ماتت ازاي. الله يرحمها. الله يرحمها. انا اتقصت يا كبير ومحدش عارف حاجة. يظهر ان الموضوع فيه سر كبير قوي، بس انا هعرفه وابلغك بيه. مش برضه هتكون في البيت عند ام الولاد ولا هتكون في الكافيه اللي بتقعد فيه يا كبير؟ ايه بقول لك، هتكون في البيت عند ام الولاد ولا في الكافيه اللي بتقعد فيه؟ براي يا بوبي، ما احنا مع بعض. ولا انا يعني هتوه منك؟ مش هتوه ولا حاجه لا سمح الله. خلاص بقى بطل رغي وخلينا نركز في القران. حاضر. نبينا وشهدنا.